هلا مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال وسارة نجيب. شكرا لكما إيمان وسحر. مشاهدينا هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم. رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء توقعات وكالة فيتش التي أكدت أن سوق الاتصالات المصرية ستوفر مزيجا من الطلب القوي على الخدمات، بالإضافة إلى مجال كبير للنمو المتوازن خلال الفترات القادمة. وأكد المركز أن تقرير وكالة فيتش توقع بذل جهود مكثفة من قبل الشركات لرغبتها في تعميق العلاقات مع العملاء الحاليين في السوق، وستدعم خدمة الجيل الرابع النمو المستقبلي. هذا وتتوقع وكالة فيتش أن يتم تسويق شبكات 5G الجيل الخامس بحلول النصف الثاني من العام الجاري. استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء جهود الدولة في ملف الطاقة المتجددة وتنويع مصادراتها أو مصادرها في السنوات الأخيرة من خلال إنفوغراف بعنوان مصر أولى الدول إنشاء لمحطات الرياح. وأشار الإنفوغراف إلى امتلاك مصر محطات طاقة رياح قائمة بقوة 1375 ميجاوات، كما تمت الإشارة إلى تقدم مصر 10 مراكز في مؤشر جاذبية الدول في قطاع الطاقة المتجددة لتصبح في الترتيب 29، بالإضافة إلى أن مصر حاليا من أكبر الدول الإفريقية إنتاجا للطاقة الشمسية، حيث أن مصر تمتلك محطات قائمة بقوة 1763 ميجاوات. ونوه الإنفوغراف إلى أن مصر وبحلول عام 2040 ستنتج نحو 60% من الكهرباء المستخدمة من الطاقة المتجددة. أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالعلاقات العربية الصينية، مؤكداً أن التواصل بين الشعبي العربي والصيني يشكل رصيداً من التفاهم والثقة المتبادلة. جاء هذا خلال مشاركة أبو الغيط في افتتاح أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والندوة الثامنة للاستثمارات اللتين تستضيفهما وزارة الاستثمار بالسعودية يومي 11 و12 من يونيو الجاري في الرياض. كما أشاد أبو الغيط بالجهود التي بذلتها المملكة للتحضير للفعالية بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة وكافة الشركاء، مشيرا إلى أن هذه الاستضافة تأتي استكمالا لنتائج أول قمة عربية صينية عقدت نهاية العام الماضي في الرياض، والتي أعطت دفعة جديدة للتعاون العربي الصيني في كافة المجالات. قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل ابن فرحان إن مؤتمر الأعمال العربية الصيني يعد فرصة للعمل على تعزيز وتكريس الصداقة العربية الصينية التاريخية والعمل على بناء مستقبل مشترك يحافظ على السلام والتنمية. وأضاف الوزير السعودي أن المؤتمر حدث اقتصادي كبير، والاهتمام بانعقاده ينبع من اهتمام المملكة وحرصها على رفع مستوى العمل للخروج بنتائج تليق بالشراكة العربية المتقدمة في جميع المجالات الاستثمارية الحيوية بين الدول العربية والصين. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع بارتفاع المؤشرات باستثناء تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة وسط تداولات تجاوزت 2,800,000,000 جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.148 تريليون جنيه. وارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 1.25%.
ليغلق عند مستوى 17739 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 41%، ليغلق عند مستوى 3637 نقطة، وصعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 1%، ليغلق عند مستوى 5344 نقطة. أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على انخفاض متأثرة بتراجع أسعار النفط وبيانات اقتصادية صينية جاءت أضعف من المتوقع، وتراجع المؤشر القطري 0.5% مواصلا خسائره للجلسة الثانية، فيما شهد المؤشر السعودي هبوطا هامشيا منهيا بذلك سلسلة مكاسب دامت 6 جلسات، هذا وفاقت خسائر قطاعي الطاقة والمرافق المكاسب التي حققتها أغلب القطاعات. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة مرة أخرى إلى إيمان.